دكتور أيضا موضوع الحقيقة مهم، في أعتقد فيه المسؤولية الاجتماعية مهمة، وأعتقد أنه هذا القرار يأتي تحت مظلة مسؤولية اجتماعية وطنية. في دول متقدمة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يتم فصل الموظف فصل تعسفي أو يفقد وظيفته، يعطى نفس الراتب الذي، يعني افترضنا كان يأخذ 10,000 ريال، بعد أن يفصل هنا هذه المنظمة أو اللي تحت المسؤولية تعطيه 10,000 ريال. وفي خلال هذا الوقت هي أيضا تبحث له عن عمل ويبحث هو، تأتي له بعمل بنفس هذا المرتب. إذا رفض يوافقون على الرفض ويبدأ يقل الراتب الذي تعطيه هذه المسؤولية الاجتماعية أو التي تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، يتناقص ينزل 8 ينزل. إذا وصل المرحلة أنه 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 هو أساسا يعني بعيد عن العمل، يحرم جدا من المكافأة، ولكن ممكن يقعدون سنة وهم يدلون فيه. احنا اعتقد انه هذا جزء من، الا يشبه هذا الموضوع ما يحدث هناك ام انه في اختلاف؟ الحقيقه شوف، عشان نطبق مشروع زي ده لازم يكون عندنا بنك معلومات كامل عن العماله، القوى العامله في السعوديه، ذكور واناث، اعمارهم، تخصصاتهم، خبراتهم، فصل ليش، اسباب البطاله، بيبحث العمل صار له كم سنه، فين يبغى يشتغل، ايش مهاراته. فلازم يكون في بنك معلومات كامل يوجه العامل المفصول أو العامل الجديد الدوب داخل سوق العمل للمكان المناسب. هنا الحقيقة الإحصاءات فيها مشاكل كبيرة جدا، بعضها متأخرة جدا وبعضها غير دقيقة. فنحن الحقيقة نتمنى مساعدة العاطلين، لكن لابد أن الدولة تنشئ مركز كبير للمعلومات يخص الخريجين. احنا في ضخ زي ما ذكرت لك، ضخ كبير جدا، 96,000 خريج ضخ. انت تعرف ان المقيدين الان في الجامعات حوالي 596 شخص، يعني 600,000 تقريبا المقيدين الان، هذول قنبله موقوته هتدخل سوق العمل كل سنه بنسب مختلفه. فلازم يكون في بنك معلومات، لازم يكون العامل نفسه يبحث عن العمل. احنا ما نبغى واحد يعتمد على الدوله بالنسبه للمشاريع الصغيره. طيب يعني، طيب دكتور خليني بس اخذ في فرص كبيره. نعم، خليني اخذ غازي من المدينه. والله الحقيقه المدينه اليوم اهل المدينه متابعينا ومتصلين. هلا وسهلا اخوي غازي. على طيب عمر، هلا وسهلا، تفضل. طيب شكرا على البرنامج الحلو، يطول عمرك. الله يطول عمرك، تسلم. ان شاء الله انك دوم البرنامج ده دائما، ما نبغى ان ينقطع عنا. لا دائما معكم ان شاء الله بوجودكم. تفضل يا غازي. عمر انا بس حاب ان استفسر تفضل على الموضوع ده، ان الله يعطيهم العافية مجلس الشورى وشيء طيب منهم اللي يقومون منه. الشيء الثاني ان بتكلم عن العاطلين. عاطلين زي حنا، انا الحين معي تمريض ودي سنتين، وقدمنا في الديوان وقدمنا في جميع شركات ما خلانا شركة. اخر شيء الحين اقول لك، متوظف في صح مستوصف خاص، وقبل ما كنت متوظف يمكن برد على بس الدكتور وش يقول سعودي ما يشتغل شغله. السعودي يشتغل مهما كانت الظروف، لان الدنيا قاسيه علينا. اشتغل انا الحين قبل 6 شهور من كنت قاعد ادرس، اشتغلت سيرفيس ماستر في شركه ارامكو. ايش الشغله في شركه ارامكو؟ تنظف، الله يكرمكم ويكرم السامعين ويكرم جميع من يسمعني، انظف حمامات 1,800 ريال. نعم. في سعودي يسويها؟ لا، الدنيا كذا قست علينا. ما احنا نجبر حكومه ان نستنى شيء، احنا نعمل لوجه الله لان الدنيا قاسيه علينا. فالآن أعمل في مستوصف ومتجوز الحمد لله، فضل من الله والنعمة من الله ما هي من عند أحد. متوظف ب 1,800 ريال، ممرض. يعني لا. ممرض في الزمن ده نادر أحد يقول ما هو متوظف، صح ولا لا؟ نعم، 1,800. 1,800 والله يجزاهم خير الحكومة، 1000 ريال يعني يقول 2,800. صح ولا لا؟ فأنت تكلمني دحين، تتكلم أنا أرد على الجميع اللي يقول السعودي ما يشتغل، والله إن السعودي يشتغل. بس يدور الفرصة اللي تعطونه إياه. لو إنه يعمل بنائي ب 1,800 يسويها، لأن الدنيا قست. نعم. أول نقول قبل 10 سنين يمكن السعودي يتكبر عن النعمة أو هذا، أما في الوقت الحالي جات الفرصة لو إنها ب 1,000 وغير خارج عمل 1,000 ثانية يعمل. نعم، شكرا أخوي غازي لك، وعسى الدنيا إن شاء الله ما تقسى عليك، ونتمنى لك الحقيقة يعني
ان شاء الله في كثير يعني من ذلك عندهم هذه الرغبه في العمل وانهم يعني يكون عندهم تحدي حتى لو قست الحياه، وان شاء الله ما تقسى لا عليك ولا على كل من يسمعنا ولا من يشاهدنا. دكتور، تعليق على ما قال حقيقه غازي باختصار وايضا بحسب احدث يعني تقرير مصلحه الاحصاءات العامه وحسب تقرير وزاره العمل هناك اكثر من 800 يعني الف اجنبي يعملون بلا مؤهلات. الحديث الان يمكن تحدثنا احنا في البدايه في مشكله بين السعوده، خلط بين السعوده وبين الاحلال. هذه المشكله الا ترى ان هي ايضا يعني كان من مسببات استمرار البطاله؟ نعم نعم، الحقيقه تعريف السعوده ما كان مضبوط. تعريف السعوده ليس فقط احلال سعودي لانه يحمل بطاقه وهويه سعوديه، لابد السعودي هذا يكون عنده الامكانيات للعمل، رجل العمل صاحب العمل يبغى انتاج ما يبغى اشكال. فالحقيقه هذا شيء مهم جدا، استخدم استخدام سيء من قبل كثير من السعوديين، لكن ايضا استخدام سيء من كثير من رجال الاعمال. رجال الاعمال برضه يفضلوا الاجنبي، ممكن يطردوا في اي وقت، فيه مميزات معينه للاجنبي، مطالباته أقل، ففي أشياء مميزات معينة عند الأجنبي ما هي موجودة عند السعودي، وهذا شيء مؤسف جدا. يعني يجب صاحب العمل ينظر للسعودي بأنه مواطن يحتاج الرزق هذا ويحتاج الأجر هذا. من ناحية أخرى لابد أن يكون الإنتاجية العامل سواء سعودي أو غير سعودي تفوق أجوره. المشكلة إذا كانت الإنتاجية أقل من الأجر العامل معناته التكليف الإنتاج حق العمل هذا بيكون عالي، ولما يكون في تكليف تكليف الإنتاج عالية في الحالة هذه معدل التضخم بيزيد، فلا بد يكون في معادلة معينة بالنسبة لأجر العامل وتكليف العمال. لكن أنا الحقيقة متعاطف جدا مع قرار مجلس الشورى، وألف ريال ما هي كفاية، ويوجد الآن عاطلين على حساب 2008 416 ألف عاطل سعودي موجودين في سوق العمل، معظم أعمارهم من 20 إلى 29 سنة، وهذه إحصاءات موجودة في كتيبات مصلحة الإحصاءات العامة. نعم، 416 ألف سعودي. نعم، كل الشكر لرئيس عاطل العمل. نعم، كل الشكر لرئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية دكتور محمد شمس على هذه المعلومات وهذا الإيضاحات الجيدة، وإن شاء الله يعني تكون مفيدة لكل من يسمعنا. أنا صراحة أنت تقول متعاطف مع القرار مجلس الشورى، احنا قضيتنا الحقيقة الإنسان، احنا متعاطفين مع مجلس الشورى ومتعاطف مع أخوي غازي اللي كلمني قبل شوي اللي يمثل شريحة كثيرة يعني موجودة. الآن راح نروح لأرقام اليوم ولكن أرقام مرتبطة بقضياتنا اللي كنا نناقشها، نتابعها سويا. ثلاثمائة ألف شاب سعودي عاطل عن العمل من حملة الثانوية العامة والدرجة الجامعية. ألف ريال شهريا هو المبلغ الذي سيعطى في السعودية للعاطلين عن العمل. 6 مليارات سنويا ستكلف الحكومة السعودية لصرف معونات للعاطلين عن العمل.